نشرات جوية خاصة أخرى تمس ولاية شرق الوطن التي تتعدى 50 ملليمتر، تخص كيكدا، عنبة، الطرف وحتى ولاية سقاراس. النداءات اللي قمنا بها هو عدم الخروج وعدم التنقل إلا لضرورة، عدم التواجد في الأماكن تحت الأنفاق أو فوق الجسور، عدم محاولة قطع أو مقاومة التيار المائي سواء بالسيارة أو عن طريق الراجلين. هذا ما يؤدي إلى يعني انجراف هذه السيارات أو انجراف الأشخاص، ما يؤدي غالبا إلى الإصابات أو حالات الوفيات.